الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد، وقال مصدر مالي إن بورصة الكفاح والحارثية في بغداد سجلت 147,800 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي. وأشار المصدر إلى أن أسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148,250 ديناراً، بينما بلغ سعر الشراء 147,250 ديناراً لكل 100 دولار أمريكي. حملت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية وزارة المالية في العراق مسؤولية تراجع إيرادات الحنطة بسبب سياستها وعدم صرف مستحقات الفلاحين. وقال رئيس اللجنة سلام الشمري إن مستحقات المزارعين في جميع محافظات العراق ومنها مستحقات عام 2014 لم تصرف حتى الآن رغم تضمينها في النفقات الحاكمة أسوة برواتب الموظفين. وأشار إلى أنه بسبب سوء إدارة وزارة المالية والوزارات المعنية الأخرى وعدم دفع المستحقات تراجعت إيرادات محصول الحنطة والمحاصيل الاستراتيجية إلى 3 ملايين طن بعد أن كانت أكثر من 5,500,000 طن. أعلنت هيئة الجمارك في العراق ضبط إرسالية مخالفة في جمرك المنطقة الشمالية. وقالت الهيئة إن قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الشمالية ضبطت كم إرسالية مادة دبس التمر مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة يراد إدخالها إلى العراق بشكل مخالف. يذكر أن الميليشيات تهيمن على مقدرات المنافذ الحدودية وتشرف على عمليات التهريب وإدخال المواد المخالفة إلى العراق من خلالها. كشفت دائرة التخطيط في وزارة الزراعة الجزائرية أن الحرائق التي اندلعت في 15 ولاية تسببت بخسائر اقتصادية كبيرة. وأوضحت الدائرة أن الجزائر تشهد على غرار بلدان الحوض المتوسط تزايداً للظواهر المناخية القصوى يميزها تغير نظام هطول الأمطار وتأخر الفصول، ما يستدعي تطوير استراتيجية ملائمة لتقليص الآثار السلبية لهذه التغيرات، مشيرة إلى أن السيناريوهات المقبلة للمناخ تتوقع تزايداً للظواهر المناخية تمس عدة قطاعات حساسة، ما قد يكون له أثر على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. ارتفعت أسعار الذهب مع تصاعد المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية لانتشار نسخة دلتا من فيروس كورونا، ما أدى إلى تراجع المعنويات تجاه الأصول ذات المخاطر العالية. وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% إلى 1793 دولاراً و67 سنتاً للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 1793 دولاراً فاصل 30 سنتاً للأوقية. واحتفظت الأسهم الآسيوية بالقرب من أدنى مستوياتها منذ عام حتى تاريخه، حيث استمر متغير دلتا في اكتساح المنطقة. ارتفعت أسعار النفط مع إبقاء منضبط أوبك بلس على إنتاجها النفطي بالرغم من مطالبة أمريكا من المنظمة بزيادة إنتاجها في وقت يشهد العالم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. وارتفع خام برنت بنسبة 0.39% إلى 69 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع النفط الأمريكي بنسبة 0.38% إلى 66 دولاراً فاصل 58 سنتاً للبرميل بعد أن هبط بنسبة 1% في الجلسة السابقة. هذا ويرى كبار منتجي النفط في أوبك بلس أن أسواق النفط لا تحتاج إلى ضخ براميل خام أكثر من المخطط سابقاً، فيما يعد بمثابة رفض للدعوة الأمريكية بشأن مطالبة تحالف أوبك بلس بزيادة الإمدادات. ختام الموجز، إلى اللقاء.